في قلب هذه الشجرة شرير عجوز محبوس في سجن من العنبر. الجثة. ولكن ما هذا الصوت؟ إنه يلقي تعاويذ ليدخل رأسيكما ويسيطر على جسميكما، لكن هذه الجواهر ستحمي عقولنا من قوته، وإذا فقدنا هذه الجواهر لا يمكننا الدفاع عن أنفسنا وسيسيطر علينا تماماً. هذا جنوني. خلف بحيرة الجليد تقع أنقاض برج ليتش، حيث كان يحول الحياة على كوكب الأرض إلى قوة شريرة لتدمير كل كائنات أو. لكن قبل ذلك هاجمه بيلي المشهور وألقى به داخل هذه الشجرة. أنا ماذا يحدث؟ صديقي تحول إلى سيف كبير. حسنا سأحاول. بسرعة إلى الغرفة السرية